الحضور الكريم، صباح الخير عليكم. سألنا نفسنا ليه نحن مختلفين؟ ليه ما كلنا متشابهين؟ ليه في تفاوت في الإمكانيات وفي الذكاء؟ ليه في اختلاف في اللغة؟ ليه في اختلاف في اللون؟ ليه ما كلنا بنفس المستوى بتاع الفهم وبتاع الذكاء؟ ليه ما كلنا أغنياء؟ ليه ما كلنا ناجحين؟ ليه ما كلنا فنانين؟ ليه ما كلنا علماء؟ أكيد حنلقى إجابات كثيرة على الأسئلة دي وأفكار وجهات نظر كثيرة، لكن بعد ما نسمع القصة دي ممكن نلقى إجابات زيادة على الأسئلة دي، وممكن نفهم اختلافنا بصورة أكبر، ونفهم الحكمة إنه ربنا خلقنا كلنا مختلفين ليه. شاب سوداني عادي جدا، عاش طفولة ونشأة عادية ما فيها حاجة مميزة تذكر. نشأ ودرس، خش المدرسة وكان كل همه إنه المدرسة تنتهي عشان يرجع البيت عشان يلعب عشان يحضر التلفزيون وعشان يتهرب من المذاكرة بأي طريقة. وكانت كل مخاوفه وهمومه بتتلخص في إنه الصباح كيف يقوم للمدرسة، وكمل بحمد الله مراحل الدراسية ودخل، لأنه كان شاطر شوية دخل جامعة الخرطوم، ومرتبطة جامعة الخرطوم في أذهان السودانيين بالنجاح الأكاديمي والتفوق والمكانة الاجتماعية والنجاح المهني وأي حاجة. يعني باختصار كده، لما زول يخش جامعة الخرطوم أهله بيكونوا مبسوطين ومرتاحين إنه هيكون مستقبله مشرق وكده، لكن الشاب ده وضعه الأكاديمي كان سيء جدا في الجامعة، لدرجة إنه بعد ما تم سنتين حصل له فصل أكاديمي من الجامعة. كانت صدمة وكانت مأساة، وفي نفس الوقت كانت حاجة بتستدعي إنه لازم يكون في حل. يعني الشاب ده اللي هو أنا، بعد ما حصل الفصل الأكاديمي ده حصل له فترة بتاعت إحباط طويلة جدا، وكان بلا هدف، وكان ما عنده أي موضوع وما عنده أي شغل، أي حاجة شغلاه في الحياة. فطبيعي إنه الواحد لما يكون عنده وقت فراغ كثير ولما يكون عنده مساحة كثيرة وهو ما عنده هدف وما عنده موضوع أصلا، إنه يفكر يعمل شنو عشان يملى الزمن ده، ويفكر في حاجة مفيدة يعملها عشان ما يكون عبارة عن زول ما عنده نشاط أصلا. فقام الشاب ده يتذكر زمان لما كان طفل كان عنده ميول لآلة موسيقية معينة، طيب أنا ليه ما أرجع أمارس الميول ده تاني؟ فقمت دخلت معهد اتعلمت هو الآلة دي البيانو ده والنوتة الموسيقية والأساسيات عن طريق المعهد ده وعن طريق الناس اللي بيدرسوا فيه. عرفت انه في كلية جامعية بتدرس الموسيقى، فقمت قررت اني ادخلها، ويزول بستشيره بقول لي لا. في النهاية دخلتها، وبعد ما دخلت كان عندي خيارين، لأنه أنا مشيت في اتجاه الناس كلها معترضة عليه. كان الخيار الأول يا إما المجال اللي أنا اخترته ده أنجح فيه واثبت إني صح، يا إما المجال ده أدخل واثبت إني صح برضه، ما في خيار ثالث. الحمد لله أنا دخلت درست 3 سنوات عشان أحصل على درجة الدبلوم. الست سمسترات دي أنا كنت أول الدفعة،
احتاج 3 سنوات بعدها عشان اخد البكالوريوس. الست سمسترات برضو كنت اول الدفعه. لكن دي ما نهاية القصة، ودي ما الحاجة الأساسية نحن دار نتكلم عنها. أنا أثناء الفترة اللي كنت في الكلية، كلية الموسيقى دي، برضو في داخل الكلية قررت أنه أنا أختلف من باقي الناس. معظم طلاب الكلية وطلاب الموسيقى والناس المحترفين الموسيقى في السودان هم جزء كبير من طموحهم ده لو ما كان سقف طموحهم انه يكونوا عازفين مصاحبين لمطربين بيغنوا في حفلات زواج، ما اكثر من كده. معظمهم ما كلهم عشان ما اظلمهم، وهو ده طموح منطقي يعني. لكن انا قلت انا عايز اختلف من الناس دي، وما عايز ابقى مجرد زول تاني يعني زيهم. فقمت قررت انه انا ابقى كلاسيكال بيانيست. وكلاسيكال بيانيست هو يعني زول بيعزف موسيقى البيانو الكلاسيكيه، مؤلفات بيتهوفن، موزارت وغيره. منو المعترض؟ انت ليه دار تعمل كده؟ وحتى ناس قدام في المجال ده برضو اعترضوا علي، قالوا لي انت قرارك ده ما سليم، قرارك ده ما صح، دي ما مصلحتك هنا. برضو أصريت، واتخرجت. بعد ما اتخرجت، وبعد ما أي زول يتخرج بيكون في فترة بتاعت إنه هو عايز يشوف الخيارات اللي قدامه، هو عايز يبدأ حياة عملية بذاته، وبيشوف سوق العمل، وبيشوف الحاصل شنو حوله عشان يبدأ حياته العملية بطريقة كويسة. في اللحظات دي، اللحظات المهمة والمرحلة المهمة دي من الحياة، حصلت حاجة صعبة جدا، وهي انه انا فقدت امي، توفت في المرحلة دي بالذات. فانا بيجي زي كأنه انا ماشي اواجه حاجة انا ما عارفها براي، فمعي اي زول. ده ما انكار لوجود ناس كتار حواليني بيساعدوني، ولكن هي خلت فراغ ما بيملاه زول. فكانت المسألة صعبة إنه إنسان يواجه مرحلة جديدة في حياته براو من غير الداعم رقم واحد بالنسبة له. في البداية حسيت إن أنا براي، حسيت بصعوبة الحاجة دي. بعدها بفترة حسيت إنه أنا ما براي، حسيت إنه الله معي، حسيت بيه. حسيت بيه لما اتكرمت بالجائزة الأولى في مهرجان إكليل الإبداع الشبابي من اتحاد شباب ولا تخرطوم في محور الموسيقى. حسيت بيه لما بقيت بيانو تيتشر مهم جدا لدرجة إنه أنا ما بلاحق على الطلاب حقيني. حسيت بيه لما شاركت في مهرجان سامة نسخة 2016، وحسيت بيه لما قدمت نفسي للجمهور في واحدة من أكبر الشركات في السودان لما كانت عاملة برزنتيشن عن النجاح الشخصي، قدموني كنموذج. حسيت بيه لما بقيت ميوزك تيتشر في واحدة من أكبر المدارس العالمية في السودان. حسيت بيه كان معي، واقف معي جنبي، بيسهل لي، ماشي معي خطوة بخطوة. بعد ما سمعنا القصة دي نرجع للتساؤلات اللي قلناها في البداية. ليه نحن مختلفين؟ ليه ما كلنا نسخ من بعض؟ تفتكروا لولا وجود الاختلاف ما بيننا كان قصة زي دي حصلت؟ تفتكروا لو كل الناس كان فهمها وكان طموحها انها تكون بس مجرد تكرار لغيرها، هل قصة زي دي ممكن تكون حصلت؟
لو انت حاسي انك عايز تختلف من الناس، لو انت حاسي انك عايز تخالف الناس وحاسي من جواك بدافع قوي للحاجة دي، اختلف اختلف، وانا اضمن لك انك هتنجح ان شاء الله. وحتى داخل حدود الوطن اللي بنحبه كلنا ده، واللي هو بيعتبر من دول العالم الثالث، وبيعتبر انه الواحد صعب يحقق الطموحات الا يغادر ارض الوطن، انا من جوا ارض الوطن قدرت احقق حاجه ولو بسيطه. وحاب اهدي بعض الاعمال العالميه من ادائي للجمهور ان شاء الله.